التفاصيل هنا معانا، ازاي نعمل النهارده طاجن العكاوي بالفريك؟ هل الفريك بياخد وقت كتير في السوى؟ هل العكاوي بتاخد وقت اكتر؟ التفاصيل دي هنشوفها مع بعض دلوقتي. استاذن فريق العمل مقادير العكاوي على الشاشه، والصوره الحلوه بالفريك من خير ارضنا المصري بتتحدث عن نفسها. معانا اكوا موصيين الجزاره عليها بقالنا اسبوع اهي، ومعانا فريك ومعانا بصل ومعانا حبهان وورق لورا وقرنفل، حاجات التحابيش بقى اللي هي بتدي فليفر وحلو، لان الشوربه لازم نخدم عليها. وما تنسوش طبعا الفلفل الاسود ده اساسي في طاجن العكاوي. طب هنبدا نشتغل ازاي مع بعض؟ الطاسه لازم تسخن جامد جدا على النار، لان العكاوي شويه متهمه بالزفاره، يعني اقول لك فيها زفره. فتعالوا مع بعض نشوف نعملها مع بعض ازاي من غير ما تبقى زفره. هنحط الاول معلقتين زيت صغيرين كده، وناخد معانا عشان تاخد الصدمه الناريه فصين مستكه حلوين، ما نكترش من المستكه وتقولي ده هي مثلا عندي، لا ده بتمرر خلي بالك، وتستنى على المستكه كده لما تديني الريحه الحلوه، ده الطبيعي اهو. الزيت ده دلوقتي مخلوط بالمستكه. العكاوي يا اختي يا امي يا خالتي يا عمتي يا ست الكل لازم تتغسل بميه ساقعه، اوعي في حياتك تغسلي لحمه وعكوه او كوارع بميه سخنه خالص. ليه؟ علشان ما ينفعش، لازم تتغسل بميه ساقعه علشان نستفيد بيها وما تبقاش زفره. طول ما هي العكاوي معاكي طازه وزي الفل كده، الميه الساقعه بتحتفظ بالدم جواها، غسلتها بميه سخنه هتبقى زفره معاكي ومش لطيفه. هنمسك العكاوي كده اهو بالشكل ده كده، الله، بدات اشم ريحه العكاوي قبل ما اكلها اهو مع المستكه. جزار طيب ابن حلال. طبعا العكاوي دي بالحجز لان هي تبيعها عكوه وهو بيبيعها كلها على بعضيها. بناخد الفلفل ده نحطه معاها كده بالشكل ده كده، معانا عود روزماري. اي يا فندم، هنحط كل حاجه باذن الله. حاضر، هنحط روزماري، هنحط القرفه الخشب بالشكل ده كده، القرنفل بتاعنا، الحبهان بتاعنا بالشكل ده كده. مهمه جدا التفاصيل اللي انا بعملها دلوقتي، التوابل الجميله الحلوه دي لازم تتحمر في قلب الزيت، لان الزيت ده الفليفر بتاعه هيتنقل للعكاوي بالشكل ده كده. عشان تاخد الصدمه الناريه بقلبها، بعد ما بقلبها بغطيها لمده 5 دقايق، دي مهمه جدا على فكره علشان تاخد شكل. عندي الفريك بقى نشتغل فيه بعد كده اه، لاحظ اللون اتغير هنا اهو، ايه الحلاوه دي اهو. طاسه لو مش سخنه معاكي مش هتديكي اللون ده خالص. الحبهان مع القرنفل مع المستكه، الطعم هنا متوسع عليه، لازم نخدم على المرقه بتاعه العكاوه. عكوه حلوه، والاكله دي مش هناكلها كل يوم في المناسبات، يعني جوزك لما يهفوا المزاج اكلها عند مامته، كان معزوم وشافها وعجبته، الجو ده احنا كلنا عارفينه. بالشكل ده كده اغطيها شويه، دقائق معدوده. هتغطيها ليه يا عم الشيف؟ علشان تاخد لون بسرعه اهو. التفاصيل دي لازم. نيجي للفريك بقى، ابن عمنا ده. الفريك لما بنشتريه من اي محل بتاع اطاره او عند بقال، في محلات بتبيعه بالكيلو وفي محلات بتبيعه اكياس مغلفه. لما تشتري الفريك لازم تشوفوا تاريخ الصلاحيه، دي رقم واحد. رقم اتنين، لازم تكون حبايه الفريك باللون الاخضر الحلو اللي حضراتكم شايفينه. لنا مشكله مع الفريك ان احنا بننقعه في ميه كتير، لا الفريك ما يتنقعش في ميه كتير. الفريك يتغسل مره اتنين تلاته زي الرز بالظبط، لان الفريك ده طالع من القمح الاخضر، السنبله وهي لسه خضراء، لسه ما استوتش، فالفريك بيطلع منها. ولازم نكونوا عارفين ان الفريك ده قيمته الغذائيه عاليه جدا، لان الحبوب الكامله قيمتها الغذائيه فيها كل حاجه الا حبايه القمح. فانا هنا بغسله مره واتنين وتلاته وبعد كده اصفيه من الميه واخليه على جنب. هي دي الشطاره. هي وهو لوحده بقى هتلاقيه خد الشكل الحلو ده كده اه، وترش عليه شويه بهارات من القرفه الناعمه، الفلفل الاسود، يوم يشرب منها وتبقى حبايه الفريك جاهزه بالشكل ده كده. دي المرحله اللي لازم تتم في الفريك لحاله لما استخدمه في حمام في فراخ زي ما انا عايز. في حله تانيه على النار اهي يا برنس. النهارده انا محظوظ معايا الكبير احمد عوض بيخرج الحلقه، والله العظيم محظوظ. طيب حاضر، ما اقدرش ما تعرفني اه. عندي العكاوي اه، شايف الحلقه اه، هي دي اه، نديها الفلفل الاسود اه،
ولسه ما استوتش على فكره، ده انا مجهز لها الكوشه، مجهز العكاوي دي يا عم احمد الكوشه. ايه الكوشه بقى؟ بوكي جرنيه، جزر، كرفس، بصل، ثوم، حبهان، ورق لورا، وفي حله بتغلي كل ده على النار. عود كرفس قابلني في السكه، عود كرات قابلني في السكه، كل ده مع بعض. فلفل اسود المجروش ده كده مهم جدا. وامسك العكاوي كده دلعها، خدت اللون، اخد الكرات الحلو اللي معانا ده كده، انزله في قلب الشوربه. هي دي الشوربه، شفت الشوربه وشكلها؟ شفت البوكيه جرنيه المسمى العلمي بتاعه الطهوز بيسموه؟ يعني حله متوسع عليها، شوربه متخدم عليها، فيها بصل، فيها جزر، فيها كرفس، فيها كرات ما كانش في الحسبان انا جبته، معلش يا استاذه رحاب، ده لقيته في طريق جبته معايا، وفيها بصل كويسات اهو زي الفل. العود الكرات في قلب الشوربه ده بينقلها لمكان تاني. الشوربه كده جاهزه، باخد العكاوي زي ما هي كده اسقطها هنا. طازه. واحد حبيت وصيت عليه والله العظيم قال لي لسه يا شيف طازه. العكاوي مع الفريك. شفت كده، احنا المصريين مشهورين بالفريك، حمام بالفريك، بتيجي الدنيا من اخر، كل السياح من اخر الدنيا ياكلوا عندنا جوز الحمام بالفريك. والله العظيم يقول لك رحت مصر اكلت حمام بالفريك عند اسماء كده في مطاعم. جميل جدا يا اخي، له طعم تاني عشان الفريك يا اخوانا من الارض الطيبه. ايوه حاضر. وطبعا التليفون بتاع اسوان الناس الطيبين انا بحبهم طبعا، هنعمل كل حاجه. جيتوا بالمناسبه، احنا بنحضر نفسنا من دلوقتي للعيد الكبير عشان نعمل مفاجات ان شاء الله ونشرح تفاصيل الذبيحه. الفريك انا حطيته على النار مع البصله والثوم، انا ما حطيتش بصل وثوم، انا حاطط بصل وثوم في البوكيه جرنيه بتاعي. انا شوحت العكاوي بالمستكه والبهارات العربيه اللي هي القرنفل والحبهان اهو بالشكل ده كده. فانا الفريك بحمره هنا مع تومه وبصله وبقيه البيون والزبد اللي نزل من العكاوي، البهريز اللي نزل من العكاوي. الفريك كده بتوصى بيهم بقى اديهم طعم، خلي بالك ده مطلوب، لان الفريك ده لازم ياخد غلوه على النار، لازم ياخد غلوه على النار مع التوابل اللي انا حطيتها دي، مهمه جدا على فكره. العكاوي هنا بتستوي في النار، يعني احنا كده ايه شغالين في كل الاتجاهات زي ما بيقولوا. بوتاجازنا ينضف كده عشان الصوره الحلوه تطلع زي الفل اهو، وبوتاجازنا تمام. شايفين الفريك على النار؟ طبعا انا بس التفاصيل دي مهمه جدا، الفريك اتشوح مكان العكاوي وخدناه بالتوابل وحطيناه بالشكل ده كده ونسيبه على النار يستوي. معانا العكاوي بتستوي في البوكيه جرنيه بتاعنا كده، الاثنين جاهزين. هنعرف الاثنين مع بعض والاثنين يجمعهم كاسرولا، طاجن فخار، بايركس حسب الرغبه، وندخلهم الفرن مع بعض، هيطلعوا بعد كده نقدمهم مع السفره بنفس الطاجن. بيسالوني انت في الفاصل دايما بتعمل ايه؟ طبعا الساده المعجبين يعني، والله في اسئله كتير بتسالها، مين بياكل الاكل؟ ومين وبتعمل ايه في الفواصل دي يا شيف؟ المشاهد الكريم اللي انا بحبه ولنا 10 سنين مع بعض بيهمه التفاصيل الصغيره دي. انا عندي قرع عسل هعمله مهلبيه، عندي العكاوي بتستوي على النار مش هقف جنبها، وانا عايزك كده في المطبخ، والفريك على وشك ان هو يستوي، والاثنين هيخشوا مع بعض النار في طاجن بايركس او في ازاز او في فخار زي ما احنا عايزين. تاخد دي كده مع بعض، اصبروا علينا شويه اللي بيتصلوا حبايبي، احنا عايزين نشرح كل حاجه، فلو قعدنا دقيقه كده مستنيين الشيف المغازي عادي انت الكسبانه والله في الاخر. هناخد مع بعض الفريك ده كده، اللهم صل على النبي، فرسان التلفزيون المصري، ايه الحلاوه دي؟ ده الفريك. واخد من العكاوي. يا نعم، سؤال من الكنترول، ينفع نعمل الشغل ده مع الكوارع؟ الاثنين مدرسه واحده، نفس الطريقه. اللي عملته مع العكاوي اعمله مع الكوارع. واللي عملته مع الكوارع والعكاوي اعمله مع لحمه الراس. هناخد ده كله مع بعضه؟ يلا. وناخد بقيه الفريك يا عم الشيف. درجه حراره الفرن كام؟ 180. الفريك مستوي. والعكاوي اعتقد ان هي افطارها للسوى، ما بتاخدش وقت كتير في السوى، لان موصي الجزار يجيب لي عكوه صغيره على الوش كده. انا حابب الكرات ده بجد والله، بيبقى طعمه حلو قوي. واخد الجزره دي برضه احطها كده، تدي برزنتيشن للطبق. خلي بالك مهم جدا، في هنا كمان ايه؟ بصله. بموت في البصل الصغير الكويزات ده لما بحطه مع الحاجه دي. على فين يا شيف؟ في الفرن. قرن فلفل حار، نحط قرن فلفل. كان جوزك يحب الحار ولا حاجه ياكل ده، يفتح له النفس كده اول ما ايه يقعد على السفره. اتحط هنا برده برزنتيشن، يقعد الروزماري. عايز احط كل حاجه حلوه في الطاجن ده، يطلع كده ايه زي العروسه في الكوشه.
اللهم صل على النبي. اهو اهو يلا يلا خش اهو اهو يلا اهو حاضر اهو يا فندم. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ من الفرن الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. اهو ايه ده؟ ابداع يا اخواتي النهارده. ايه الجمال والحلاوه؟ ايه الشغل الجميل الحلو ده يا شيف؟ العكاوه بتتكلم مصر واقسم بالله في قلب الطاجن. تمام نشوف العكاوه مع بعض. لا 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 ايه الحلاوه دي يا شيف؟ تتكلم مصري. الاكله دي اكله مصريه ناكلها في الصين، هي مصريه في الفرن. اهو عايز تعور ايدي يا استاذ احمد. استاذ احمد عوض النهارده مشغلني على اصوله حبيبي حبيبي. اهو طبعا بيلي مش قادر اهو في الفرن. حاضر اهو اهو. طيب طيب عايز اقول حاجه، عايز اطلعها في الفرن، عايز اطلعها في الفرن. حاضر. لازم الساده المشاهدين يعرفوا يعني رئيس القناه بنفسه اللي بيخرج الحلقه، فدي حاجه جميله، في اهتمام في شغل يعني، عشان بس نوصل للي احنا عاوزينه، ان الواحد لما بيشتغل بحب وبيباشر العمل بين اي حد، لو صاحب مطعم حتى مش محاسب في شركه، شغال في ورشه، بتباشر عملك وقاعد عليه، انت ناجح ثم ناجح ثم ناجح. شايفين مع بعض الفريق مع العكاوي، وقال لك ايه الفريق ما يحبش الشريك، قال دلوقتي كل العكاوي وسيب الفريق، او كل الفريق وسيب العكاوي.